يا الله العظيم مضى معانا كتر خيره يعني. اجلط اجلط يا ورع اجلط ايه تجهونا الشباب اجلط حيسه انت بتاكل حيسه هنا الميقات ميقات الجحفه برابغ صباح الفل والجمال موتوسيكلاتنا كلها عطلت يا جماعه واتحملت زي ما انتم شايفين كده فطبعا حصل موجه كهرومغناطيسيه ايوه عطلت كل البوردات بتاعه الموتوسيكلات فجبنا كساحات تشيل كل الحكايه لا حول ولا قوه الا بالله يا رب طب هنعمل ايه يا جماعه احنا عايزين نعمل عمره طب هزر بهزر يا جماعه احنا الحمد لله وصلنا رابغ والموتوسيكلات بتتحمل عشان احنا لابسين الاحرام فمش هينفع نركب واحنا لابسين الاحرام الموتوسيكلات هتترفع الازار ده فحملنا الموتوسيكلات هتروح هي المكة واحنا هنروح نعمل العمرة ونرجع نستلم الموتوسيكلات الموتوسيكل بتاعته بيقفل بسرعة نجي الكساحات دي كذا واحدة عشان هنحمل البايكات كل كساحة اتنين و هنربطهم جايبين معانا حبال تربيط كل ده عشان تخطيط فكرة انك تروح تعمل عمرة فا الله ينور حمل سيد اهو هحمله تمام اهو حمل سيد لسه يا الله العظيم قضى معانا كتر خيره يعني كتر خيره فزي ما انتوا شايفين يا جماعة كل الكساحات دي الكساحات اللي هناك جايبينها ما شاء الله عشان برضو ما نزنقش البايكات في بعض فكل كساحة شايل البايكات مرتاحة قلنا والله الكساحة تاخد خمسة بس يعني سايبينها اتنين يعني احنا بنتعامل بخمسة هو مين اللي قرر كده يبقوا اتنين بس؟ مين؟ أستاذ إبراهيم فريد والله الراجل ده ما شاء الله عليه مدي الخيارات لكل واحد زي ما هو عايز حتى الواحد لما بيبقى فيه خيارين ثلاثة مش بيضم المجموعة لا عايز يختار براحته يلا ألف شكرا يا أستاذ العمرة والله يعني كلنا لخدمة البايكر وإن شاء الله رحلة أوروبا أوروبا إن شاء الله قريب والرحلة بتاعت رحلة تورينج اللي احنا بنعملها دي بتاعت أكتوبر هتتكرر كل سنة تثبتت في أجندة الاتحاد العربي وإحنا هو معانا حوالي أكتر من 20 كساحة للموتوسيكلات عشان سيفتي للبايك وإن شاء الله خير يعني نتمنى نجاح الحدث يعني هيثم بيعمل بيرفع موتوسيكله على ده كلام جميل طيب هنبتدي مراسم العمرة ان شاء الله هنركب هنتجه دلوقتي من رابغ من الاوتيل ليه ان شاء الله الميقات عشان ننوي العمرة بعون الله البايكات حملناها عشان نقدر نعمل عمره فاسال الله العظيم ان شاء الله ان يتقبل منا العمره والزياره ان يكتبها لينا وكل الناس اللي بتشوفنا اتمنى ان احنا نكون بنحاول نوصل لكم التجربه في الاجواء السعوديه وانك تيجي هنا ازاي زي اللي كان هقول لك العمره اللي النبي عليه الصلاه والسلام اعتمرها انت اي حد عنده اي حاجه بيجتهد فيها هو حر انا بقول لك اللي انا عارفه واللي انا سمعته من مشايخ مثلهم على فكره تمام فاحنا نيجي هنا بقى في نقطة فيصلية مهمة قوي وهو تجديد النية والتركيز يا طارق تجديد النية والتركيز في ايه بقى؟ في ان احنا اللي فات كلكم واللي انت داخل عليه كلكم وصلنا ميقات الجحفة رابغ جحفة اللي هو رابغ ان شاء الله نعمرة من اهم الحاجات ان وطالع بموتوسيكل تحاول تعملها انك تحاول تفصل بقى مود الموتوسيكلات ومود التفكير فيها ومود السفر ومود المتعة في الكلام ده وبالنسبة لي مود التصوير ونركز شوية في العمرة موضوع شيء روحاني لازم تستمتع به وهو ده الهدف الموضوع ده فاعذروني لو قصرنا شوية في التصوير ولكن في ناس ما يعرفوش صفة العمرة هنحاول نوضحها لهم شوية وبشكل بسيط تكونوا معانا طيب احنا دلوقتي هندخل نصلي ركعتين وهننوي واحنا راكبين الاتوبيس
متحركين ان شاء الله، ونقول اللهم لبيك عمرة. وبعد كده يبقى في محظورات الاحرام اللي انت ممكن تعرف عنها اكتر لو سرشت عليها، بس اهمها مش تقص شعرك ولا تتطيب ولا تقص ضوافرك ولا حاجات كتير جدا ولا تصطاد ولا حاجات زي كده. وبعد كده ان شاء الله نركب الاوتوبيس نتوكل على مكة المكرمة، واحنا بنلبي لبي. طيب هنا الميقات، ميقات الجحفة برابغ، هو المكان اللي انت هتحرم منه، المبنى ده. وهنا المكان، هنا في اماكن تشتري منها الاحرام لو معكش احرام، ولكن وسط الصحراء درجة الحرارة هنا عالية جدا. ده الباص اللي احنا مستقلينه من شركة سفر كينج لونج. الاتوبيس ده يا جماعة صيني، ولكن السواق كنت بتكلم معاه بيقول احسن من المرسيدس في التكييف. يا جماعه انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بتتجهون؟ بص يا ريس، تعالى هقول لك. بتاكل حيسه المدينه باللوز؟ حيسه؟ انت بتاكل حيسه؟ الحيسه دي عباره عن دخن وتمر وبر وسمن وهيل ونرجين ولوز. مش عارف يعني ايه لوز. هنا هيثم معمول نداء القصيم. نداء القصيم. نداء القصيم. دقيق دقيق بالسكر تمر زيت. نعم. واخد بالك؟ هو الموضوع ده عالمي والقهوه العربي. حاج جباري ايه اخبارك؟ حلوه القهوه دي؟ اللي هو صاكم ده. حلوه شغاله. شغاله يعني. شغاله. اجلط اجلط يا ورع، اجلط تجهونا الشباب، اجلط. اجلط اجلط يا هلا يا هلا. عليكم السلام. يا هلا يا هلا. يا مرح. اجلط اجلط. يا هلا والله يا هلا يا هلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عملية تنزيل البايكات. الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. ركنته خلاص. طب يعني تحت. خلصنا العمرة، الحرم اتملى ناس زي زمان، زي ايام زمان، ولكن لما يكون مش مليان قوي، لكن مليان بالنسبة لايام كورونا لان ما فكوا الحظ. ما شاء الله الاجواء حلوة، ولكن عايز اقول حاجة، اي حد فينا ربنا بيرزقه بعمرة بيبقى بيديله فرصة وبيديله العمرة لسبب ما، هو الوحيد اللي يعرفه. قد يكون تجديد عهد، قد يكون تجديد إيماني، قد يكون غفران، قد يكون أي حاجة. حاول على قد ما تقدر تتغير من بعدها، وحاول تستغلها كويس، وحاول تتمناها وتطلبها من ربنا لو أنت لسه ما عملتش عمرة، وهتجيلك. وأبدا ما تيأسي عشان معاكش فلوس، عشان الأمور صعبة، عشان أي حاجة. إحنا الحمد لله النهاردة جينا المملكة، عملنا عمرة في عز كورونا وان فيش حد بيدخل السعودية، وبالموتوسيكلات توفيق من ربنا وتيسير من ربنا اللي يسر لنا امورنا، فالحمد لله. فما تيأسي، وان شاء الله في يوم من الايام ربنا يكتبها لك بعون الله. طيب خلصنا العمرة،
احنا دلوقتي في فندق اجياد مكة. رايقة جدا المكان، المكان هنا رهيب. اجياد مكارم، مكارم. شوف الديكور رهيب بصراحة، رهيب. والحلو ان عاملين في كل مكان كلام، يعني هنا مكان راحتي في اطهر بقاع الارض. وهتلاقوا مثلا في المطعم اللي احنا رايحينه كلمة وجبتي، حبة حاجات ظريفة كده جدا 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 يعني. فهنا عندك، هنا في عصاير، هنا في سلطات، وهنا المكان الرئيسي زي ما انتم شايفين. فالمكان، المكان رايق جدا للإقامة والأكل. طبعا الأيام دي أسعار حلوة عشان موسم مضروب، فدي فرصة حلوة إنك تقعد في مكان ظريف زي ده يعني. طيب يا جماعة، واحدة من الحاجات اللي أنا مفتقدها جدا في السعودية الفول التميس، فول قلابة والتميس والعيش بتاعهم الأفغاني. فتعالوا ننزل كده نشوف تجربة إن الواحد يشتري هنا الفول ده. اللي ما يعرفش، دي أكلة أفغانية، أو الفول الأفغاني والعيش الأفغاني، بس طعمه خيالي يعني، غير المصري خالص. خليكم معانا هنا. المؤسف ان الجوبرو مش محبذة في الحرم التصوير هنا، وده اللي هيخلي الموبايل ده دايما بيصورنا. كلنا رايحين نجيب تميس. طبعا عشان تجيب الفول ده غالبا هتلاقيه في شوارع جانبية، شوارع مكة كده، تحسها ايه، والحارات مكة غريبة شوية. ها هو يا جماعة فرن تميس. يا نهار ابيض على الذكريات، ما شاء الله. طيب جبنا التميس والفول. اكلنا التميس، اكلنا التميس صباح التميس، صباح التميس. والله ريحة المكان حلوة، والراجل باين عليه لغته هو افغاني، بس من كتر ما قعد في السعودية بقى جداوي. طيب ده العدس، وده فول اللابة، وده العيش الافغاني زي ما انتم شايفين. يلا نجرب ندوق كده ونفتكر زمان يا جدعان، نفتكر زمان. بس صعب قوي انك تاكل بالبتاع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الفول طعمه لسه زي ما هو. بتاع عدس بقى من اجمل الحاجات اللي انت ممكن تاكلها هنا.